أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. على المدى نستهلها، استعراض جماعة ربع الله يظهر الانقسام داخل هيئة الحشد. موقع الحرة: الولايات المتحدة تسيطر على موقعين إلكترونيين تابعين لكتائب حزب الله العراقية. على الزمان: مفاوضات لإخلاء سنجار من مقاتلين عمال الكردستاني قبل المهلة الأخيرة. على العربية الجديد: العراق يعلن تأجيل القمة الثلاثية مع مصر والأردن إثر فاجعة قطار سوهاج. في الشرق الأوسط: واشنطن تتهم الحوثيين بإطالة الصراع وتهديد إمدادات الطاقة العالمية. في القدس العربي: 32 قتيلا و165 جريحا في حادث تصادم قطارين بصعيد مصر. على الخليج الإماراتية: لبنان العثور على مواد نووية خطرة في منشأة الزهراني. بدأت موجات القصف الجوي والصاروخي العنيف على العراق في 20 آذار عام 2003، وتوقف القصف في 9 نيسان مؤقتا من العام نفسه، بعد أن اعتقد الأمريكان أنهم قد حققوا أهدافهم كاملة بغزو العراق واحتلاله. وليد الزبيدي يقول في صحيفة الميثاق الوطني إن المسؤولين الأمريكيين تعاملوا مع كافة مرتكزات ما سمي بالصدمة والترويع التي اعتمدوها في الحرب النفسية قبل الحرب وأثناء الحرب، لكن الانطلاق السريع للمقاومة العراقية أثبت فشل هذه الاستراتيجية في إخضاع الشعب العراقي. نتابع. الكاتب يشير إلى أنه استخدم مصطلح عام الغزو والاحتلال والمقاومة، وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة يمكن القول 3 أسابيع غزو واحتلال ومقاومة، فقد بدأ الغزو العسكري في 20 آذار 2003، ووصلت القوات الغازية إلى منطقة المطار في الضاحية الغربية من العاصمة بغداد مساء 3 نيسان، وفي 9 من الشهر نفسه احتلت القوات العاصمة بغداد وغيرها من المدن، وفي 10 نيسان أي بعد أقل من يوم من الاحتلال بدأت أولى هجمات المقاومة العراقية، وتمكن المقاومون من قتل 2 من الجنود الأمريكان، وبهذا أصبحت المقاومة العراقية أسرع وأشرس مقاومة في التاريخ الحديث. لقد نفذت عملية الغزو والاحتلال أقوى دولة في العالم، تمتلك السلاح الفتاك والاقتصاد الأكبر والإعلام الأكثر انتشاراً وتأثيراً، ووقفت معها دول العالم وساندتها ودعمتها دول عربية وإسلامية كثيرة. وبالمقابل برزت مقاومة من تحت رماد الحصار والغزو والاحتلال، وتمكن رجال المقاومة من التصدي للغزاة ومن يدعمهم ويساندهم، وبرزت مظاهر الفشل الأمريكي في مشروعه بفعل ضربات المقاومين منذ الأسابيع الأولى، كما بدأت إضاءات تباشير المقاومة بمشروعها الذي تصدى للقوة الأكبر والأعتى في العالم. الكاتب يؤكد أنه كانت فترة قياسية حقيقية، إذ يتعرض بلد لغزو خطير واحتلال واسع، وبالمقابل تبرز مقاومة سريعة وشرسة، وكل ذلك حصل خلال 3 أسابيع فقط. في يوم واحد فقط شن طيران التحالف الدولي نحو 40 غارة جوية في العراق، وسقطت إحدى طائراته المسيرة قرب الموصل، وذلك في سياق ما يسمونها الحرب ضد الإرهاب، التي أعلن كل من حكومة بغداد وتحالف واشنطن انتهاء العمليات القتالية المتعلقة بها منذ منتصف عام 2017. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر
إنه في الوقت الذي يبدو أن إعلان النصر على داعش كان مجرد تسويق سياسي، تتفاقم الفوضى السياسية التي تنافس نظيرتها الأمنية والميدانية بنمط غير مسبوق. لم تنتهي الحملات العسكرية في مناطق أحزمة بغداد والمناطق المشتركة بين محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى أو محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، وفي كل مرة لا تعطي الحكومة نتائج منطقية لحملاتها، ولا يكف التحالف الدولي عن الحديث بأسلوب عام لا تفصيل فيه، وهو يتحدث عن غاراته التي دمرت مئات المواقع الإرهابية وصواريخه التي أزهقت أرواح العشرات من المسلحين. الحقيقة التي يأبى الإعلام الموجه تسليط الضوء عليها أن الملف الأمني في العراق تائه في أدنى دركات الانهيار، وأن الخرافات والكائنات التي ليس لها أصل في روايات قدامة القصاصين أكثر مصداقية من السيادة التي طالما حاولت حكومات بغداد المتعاقبة التلاعب بالمنطق وتزوير الحقائق وهي تتحدث عنها. وفي خضم ذلك لا يبدو المشهد السياسي في العراق إلا في أسوأ أحواله، فالمعارك التي تشهدها قاعة مجلس النواب كفيلة ببيان حجم الأزمة، فما تزال القوى السياسية عاجزة عن التوافق بشأن إقرار موازنة العام 2021 على الرغم من انقضاء ربعه تماماً. وإذا ما استرجع العراقيون ذاكرتهم قليلاً فسيجدون أن هذا التوافق هو الذي تجمعت على أساسه تلك القوى في البرلمان متجاهلة الانتخابات والاستحقاق الديمقراطي المزعوم، وفي ضوئه ولدت الحكومة الحالية بعسر ومخاض شاق احتفى به القائمون على العملية السياسية. الكاتب يشير إلى أن الفوضى لا تقف عند هذا الحد، إذ ظهرت مؤخرا أفكار وعلت أصوات في العراق تطالب بإلغاء أصوات الخارج في الانتخابات التي يسمونها مبكرة بمزاعم إجرائها نهاية العام الحالي، في تأكيد جديد أوضح من أي وقت مضى على أن لعبة الانتخابات ليست سوى إجراء هلامي ليس له تأثير في الواقع ولا ينتج عنه تغيير أو إصلاح كما يظن الواهمون. تفاجأت العاصمة بغداد يوم الخميس بانتشار عربات عسكرية تحمل مسلحين تابعين لميليشيا تسمي نفسها ربع الله، رفعوا شعارات ورسومات تهدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بقطع أذنيه ويده. صحيفة القدس العربي تقول إن عناصر ميليشيا ربع الله أرادوا القول إنهم ليسوا عصابة مسلحة تتفاخر بقوتها على الدولة، فأضافوا مطالب مالية واقتصادية لا تتناسب مع رفع السلاح في الشارع ووضع الأقنعة على الوجوه ورفع صور تتقصد إهانة رئيس الحكومة الحالية. الحركة التي انطلقت في البداية على شكل صفحات في مواقع التواصل تحولت فجأة إلى عنصر فاعل في الشارع، حيث هاجمت مكاتب مؤسسات إعلامية وحزبية وأضرمت النيران فيها، وهو ما يشير إلى أنها واجهة لفصائل أخرى يطلق عليها وصف الفصائل الولائية. لا ترغب هذه الفصائل أن تتحمل مسؤولية الأفعال التي تقوم بها، وأغلب تلك الفصائل هي واجهة أيضاً لإيران، وهو ما يفسر استقواءها المعلن والصريح على أجهزة الدولة العراقية المخترقة أمنياً وعسكرياً وسياسياً من قبل طهران، بحيث يبدو الأمر برمته مجموعة من الألعاب السياسية التي تفرغ الدولة العراقية من مضمونها وتجعلها بريئة للمعارك السياسية التي تدور بين أطراف دولية وإقليمية. يدخل التناحر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في صلب هذه المعارك، ولميليشيات مثل جماعة ربع الله دور مهم في هذه المعارك، وهو دور الكومبارس ودور العلاقة التي توجه إليها الاتهامات من دون أن تطال طهران بشكل مباشر، وهو ما يفسر تناظر الاستعراض العسكري الأخير مع استهداف أهداف عسكرية أمريكية. وقد جرت في يوم ربع الله المذكور عمليتان عسكريتان ضد أرتال من شاحنات تابعة لقوات التحالف الدولي من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك العمليات.
الصحيفة ترى أنه من حيثيات استكمال اللعبة أن تقوم أطراف أخرى مثل الحشد الشعبي بإنكار علاقتها بربع الله وقيام مقتل الصدر بانتقاد طريقتها في الاستعراض، كما لو أن مناصريه المسلحين لا يقومون حين يحتاج الأمر بمثل هذه الاستعراضات أو حتى باستهداف المتظاهرين العزل أو بتنفيذ أوامر طهران ضد الدولة العراقية أو مواطنيها. نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريراً عن العلاقات العراقية الإيرانية، تساءلت فيه عن قدرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الحد من إيران وميليشياتها في العراق. ونقلت المجلة عن ضابط في الجيش العراقي وصف وجود لافتة تمجد الجنرال قاسم سليماني تطل على المنطقة الخضراء في بغداد، وصفها بأنها لطخة لسيادة العراق. المجلة أشارت إلى أنه ومع أن الكثير من العراقيين رحبوا بسليماني الذي عبأ وحشد القوات المحلية للقتال ضد تنظيم داعش، لكن المشاعر تغيرت وباتت الجماهير العراقية التي رحبت بإيران كمحررة تنظر إليها كقوة محتلة، ولا تزال الكثير من الميليشيات التي تدعمها إيران تسيطر على مساحات من العراق، ويتهم بعضها بالمشاركة في قمع الانتفاضة الشعبية في 2019، ولكنها خففت من ظهورها في الفترة الماضية. ورأت المجلة أنه بعد اغتيال سليماني والمهندس وبدون تسلسل قيادي يجمعها، فقد بدأت هذه الميليشيات بالتشرذم. وتضيف المجلة أن الكاظمي ومنذ توليه الحكم في أيار مايو قام بتطبيق العقوبات الأمريكية التي تمنع حصول طهران على مليارات الدولارات مقابل وارداتها إلى العراق، مما أدى بعلي شمخاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني لدعوة المسؤولين العراقيين إلى طهران ولعنهم بسبب عدم تحويل الأموال. وذكرت المجلة أن الكاظمي لو مارس المزيد من الضغط فإنه قد يجبر إيران على تنفيذ ردود انتقامية، ذلك أنها توفر الكهرباء والغاز لبغداد ومعظم المدن العراقية، ولو قطعت إيران إمدادات الكهرباء خلال الصيف فإنها قد تدفع باحتجاجات جديدة. المجلة تختتم بالقول إن الكاظمي ابتعد عن المواجهة المفتوحة مع الميليشيات، فحكومته تضم وزراء من جماعات مؤيدة لإيران التي تحاول زيادة أعدادها وهي بالآلاف وتتلقى رواتبها من الحكومة، مشيرة إلى أن دعوة الكاظمي إلى حوار وطني يضم جماعات فرضت عليها أمريكا عقوبات تبدو أفضل من مواجهة سيخسرها مع الميليشيات الموالية لإيران. تساءل معهد السلام الأمريكي في مقال نشره في 17 من أذار الحالي، هل يمكن أن تساعد اللامركزية في العراق أو يمكن أن تساعد اللامركزية العراق في مواجهة التحديات الكبيرة في مجال الحكم؟ وهو ما يتوافق مع رغبات الإدارة الأمريكية الحالية خلال مشروع بايدن لتقسيم العراق إلى 3 أقاليم، إبان كان نائبا للرئيس الأسبق أوباما. فارس الخطاب يقول في صحيفة العربية الجديد إن ما ذهب إليه أو ما يروجه معهد السلام الأمريكي لا يمكن أن يكون حلا لقضايا العراق وأزماته. الأمر ببساطة لا يرتبط بمشكلات بين مكونات الشعب العراقي، بل لأن ظروف العراق المتوترة والقلقة مردها أسباب كثيرة، ليس منها على وجه التحديد التنافس بين المجتمعات المتخاصمة كما سماها المقال، بل لابتعاد الحكومة عن تحقيق الشفافية والنزاهة ولتسيد الجماعات المسلحة الأدوار المهمة في عمليات صنع القرارات ولتقسيم الوزارات والمناصب بين الأحزاب السياسية وانتشار الفساد، ناهيك عن حالات الاختفاء القسري والإعدامات وغياب العدالة والتعامل على أساس طائفي وعرقي مع مكونات الشعب العراقي. ألغى النموذج السيء للنظام السياسي في العراق كل معنى لحوكمة الدولة الرشيدة والشفافية، حتى بات الشعب العراقي لا يثق بما يمكن أن تعد به السلطات، لأن المشاهد التي رسخت في أذهان الجيل الجديد لا يمكن أن تجعل لشعارات ما بعد عام 2003 من سبيل للتصديق أو لبناء الآمال عليها.
العراق أمام مسار صعب جداً يتمثل بالفترة التي تسبق انتخابات تشرين الأول والفترة التي تليها، لأن الكتل والأحزاب تعلم علم اليقين ما يسعى الكاظم إلى تحقيقه، وهي تعتقد أن هذا السعي سيكون مدعوماً أمريكياً أوروبياً، ولذلك تعد العدة لكسب هذه الانتخابات مستعينة بما تملك من قدرات مالية وعسكرية وميليشياوية. وبحسب الكاتب فإن ما ينتظر العراق قد يكون مفصليا لكنه خطير جدا، فاللعبة الانتخابية لا تعني العراقيين وحدهم، بل هناك صراع إقليمي وصراع دولي كبيران تجاه كسب النتيجة لصالح هذا الطرف أو ذاك، كما أن القوى السياسية الشيعية تؤكد وجود اتفاق بينها وبين الكاظمي يقضي بعدم دخوله في الانتخابات المقبلة، وتراقب التغييرات التي يجريها في المناصب كسباً لأصوات الشارع والمتظاهرين. من نصدق المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يرفع سقف التصلب في وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أم الرئيس حسن روحاني الذي بدأ التراجع وعرض التنازلات عندما قال إن إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي ولن تتمسك بشروطها السابقة؟ راجح الخوري يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن روحاني لم يكن ليعرض الاستعداد لتقديم التنازلات لو لم يكن خامنئي يوافق ضمنا في ظل الاختناق الاقتصادي الذي ينهك النظام الإيراني. رغم أنه يمكن تقييد هذين الموقفين المتناقضين على خانة الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي بدأت تقترب، فمن المفيد أكثر التوقف مليا أمام تصريح المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي الذي قال إن الاتفاق النووي القديم مع إيران قد مات لأن طهران تجاوزت النقاط المسموح بها لتخصيب اليورانيوم، وإن الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي في صوغ اتفاق جديد، والحديث عن اتفاق جديد أو عن تعديل إطار وشروط الاتفاق الماضي ليس جديدا، فقد طالب به بايدن وشركاؤه الأوروبيون، وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى إشراك دول المنطقة خصوصاً السعودية في أي مفاوضات لاتفاق جديد، مع توسيع إطار مواضيع الاتفاق وبنوده لتشمل قضايا حساسة تهم دول الإقليم. إذن المسألة تتعلق بالخروج عن الالتزامات النووية، ولا معنى هنا لقول روحاني إنه إذا عملت دول 5+1 بالتزاماتها فسنعود إلى جميع تعهداتنا السابقة، وكل هذا تفصيل قياساً بتمسك خامنئي بأن على واشنطن أن ترفع كامل العقوبات أولاً، بما يجعل كلام روحاني التخلي عن المطالبة بتعويضات عن الأعوام الثلاثة مجرد توظيف مسبق في الانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل على خلفية الإيحاء بوجود مداخل إلى الحلول. الكاتب يضيف أنه على خلفية كل هذه التطورات والمواقف السياسية المهمة يحاول النظام الإيراني أن يهرب إلى الأمام عبر افتعال التصعيد انطلاقاً من اليمن إلى غزة أيضاً، فالعراق وسوريا ولبنان وأزمته الحكومية والاقتصادية المتفجرة. لكن بلينكين خرج من الاجتماع مع حلفي أمريكا الأطلسيين يوم الخميس الماضي ليعلن توافق الجميع على منع إيران من امتلاك السلاح النووي. ذكر مسؤول إنقاذ إندونيسي أن رجلاً بقي على قيد الحياة بعدما ظل متشبثاً بلوح خشبي لمدة أسبوعين بعد اصطدام سفينة كبيرة بقاربه بحسب ما نشرته صحيفة البيان الإماراتية. وقال كريستنا مهارتا وهو ناطق باسم وكالة البحث والإنقاذ في بالي إن محمد كارتيو 18 عاماً كان يبحر مع 6 صيادين آخرين قبالة بالي عندما دمر قاربه بعدما تعرض لاصطدام قوي من جانب ما يبدو أنها عبارة. وأضاف كريستنا أن صيادين أنقذوا كارتيو من المياه قبالة جزيرة سولاويسي بينما كان متشبثا بلوح خشبي من القارب، وقال الصيادون الآخرون ظلوا على سطح المياه بالتشبث بما تبقى من القارب
ولكن كارتيو قال إنهم بدأوا يغرقون واحدا تلو الآخر. وتابع كارتيو لا يتذكر بوضوح متى وقعت الحادثة، ولكنه يعتقد أنها كانت في 9 مارس، وقال إنه جرى العثور على صياد آخر ميتا ولا يزال 5 الآخرون مفقودين. نتابع في هذه الفقرة الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. نهاية صدى الأقلام، ختام الكلام، نلقاكم على خير وسلام.